ننتقل إلى مدينة الزيتون إدلب على الهواء مباشرة مع أحمد نور. سيد أحمد، يعطيك العافية، مساء الخير. تحياتي أستاذ سمير. أهلا بك سيدي. سيد أحمد، ما المشهد لديكم اليوم في مدينة إدلب والريف الإدلبي بشكل عام إنسانيا وعسكريا؟ تفضل أخي أحمد، الهواء لك. نعم، معارك قوية اليوم تدور في محافظة إدلب على عدة محاور، نبدأها معركة عاصفة جبل الزاوية ولا تدور حول مقر الفرقة السابعة في المدخل الجنوبي من جبل الزاوية عند قرية الرامي تحديدا، وحول معسكر الجازر المحاصر من قبل كتائب الجيش السوري الحر، والتي أعلنت عن معركة عاصفة الجبل لمؤازرة معركة الفتح المبين لقطع الإمداد على الاستيراد الدولي بين اللاذقية وأريحة بعد نجاح الكتائب المقاتلة من قطع الاستيراد الدولي وتحرير عدة حواجز على الاستيراد الدولي وقطع طريق الإمداد الوحيد إلى مدينة أريحة ومحافظة إدلب المدينة. معارك مستعرة قامت كتائب الجيش الحر بدك المعسكر بالدبابات وقذائف الهون، واستطاعت تحقيق إصابات محققة داخل المعسكر ونشوب حرائق كبيرة في الأشجار الواقع في قلب المعسكر، وبالتالي إصابات محققة بين الجنود والعناصر. أيضا اشتباكات دارت على محور وادي الضيف، واستطاع الثوار تدمير عربة بي ام بي حاولت التقدم عند حجز الزعلاني. أيضا قام الثوار باستهدافها بقذائف ار بي جي وقام بتدميرها بشكل كامل وقتل جميع العناصر في داخلها. طبعا كان الرد النظام قاسيا هذه المرة، حيث قام بعدة غارات جوية وهمية فوق قرى جبل الزاوية لإرعاب الأهالي ورعاب السكان. قامت بإطلاق طائرات الميك بإطلاق عدة بوالين حرارية وقنابل فوسفورية فوق منطقة قرية الرامي وما يقع في المناطق المحيطة للإستراد الدولي على أطراف بلدة أريحة. أيضا قصف عنيف براجمات الصواريخ من تجمع الحامدية على بلدة البارة أدى إلى وقوع عدة إصابات، سبقه قصف بمدافع الفوزليكة من حاجز المعصرة في محنبل أيضا على بلدة البارة، قصف على معرة النعمان أوقع 3 شهداء وعدد من الجرحى. نلحظ حديثا القنابل أو القذائف الانشطارية والتي تنشطر إلى قذائف وشظايا كبيرة تؤدي إلى إصابات كبيرة في صف المدنيين، هذه التي تطلقها مدافع قوات النظام من حاجز المعصرة لم نلحظها من قبل، الآن نلحظها اليوم في قرية البارة أدت إلى إصابات كبيرة في صف المدنيين. هذه القنابل تكون صوتها مرعب جدا، تدوي بقوة في وسط المنطقة التي تقصف وتؤدي إلى انتشار الشظايا بشكل هائل وكبير لم نلحظها من قبل. أما بالنسبة للأوضاع الإنسانية، حصار خانق تفرضه قوات الأسد على وصول المواد الغذائية والمساعدات الطبية، نقص كبير في المواد الطبية والإغاثية ولا سيما في قرى جبل الزاوية، إذ أن المستوصفات لم تغص الجرحى بشكل يومي نتيجة القصف المتواصل على بلدة الرامي والمعارك القريبة من أطراف جبل الزاوية، نقص حاد في المواد الطبية المواد الإغاثية، نداءات استغاثة كثيرة وجهت من قبل الأطباء المشرفين على المشافي الميدانية في المنطقة، انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن سائر المدن والمناطق في الريف الشرقي لمعرة النعمان والريف الغربي، قرى جبل الزاوية في الريف الشرقي انقطاع للتيار الكهربائي للشهر الثامن على التوالي، إضافة لقطع كافة أنواع الاتصالات الأرضية والخليوية للعام الثاني على التوالي. طبعا هذه أشكرك أخي أحمد نور، وأكتفي معك سيدي بهذا القدر. مراسل شبكة شام، كنت متحدثا إلينا من مدينة إدلب.